زيزو زين الدين زيدان، لكن الفرق لا ليس كبير على ان يصنف زيدان مع مارادونا. ليفربول حقق اللقب، كيسي تشالنج والهدف 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 بوم 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 بيونتيك يسجل البولمبي البولمبي الهداف الباستيليرا القناص البولمبي يسجل ويريح الرينو ويريح ويفرح الميلان بيونتيك ينطلق اسبانيولي كيسي والثاني 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 انت رائع يا ايفواري انت رائع يا كيسي بالونيتو بالونيتي تعني اللب الكره بالشبكه والميلان يسجل الثاني ميلان الرايع ميلان القوي ميلان الرهيب ينطرد الديافولو الهدف الثاني يبدأ بقوة ميلان 45 دقيقة أولى صعبة ولكن مع بداية 45 دقيقة ثانية الميلان خلاص مين عند أندريا كونتي أندريا أندريا الثالث والثالث 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 روعة روعة يا كاستيخو إسبانيولي يخليها 3-0 بلمسة رائعة جدا بلمسة بهية تؤكد الثلاثية الرائعة للديافولو هذه المرة كاستيخو كاستيخو يبدع كاستيخو الفرصة مستمرة والتمريرة حاضرة هو هو جول لواتفورد نعم واتفورد يبدأ أولا يسجل أولا عن طريق جيرارد دويلوفيو يسجل أول هدف فادي المباراة دويلوفيو دويلوفيو الثاني 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 جول جول يا لها من انطلاقة ويا له من انفراد ويا لها من سرعة ويا له من هدف هكذا هو دويلوفيو كرة مقطوعة الكرة مرتدة أخرى فرصة الثالث والهاترو الله 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 قالها ابن الاسبان انا هنا نعم انا الحاسب هنا انا الهداف هنا انا اللاعب الذي يسجل لما هنا تمرر ممتازه فرصه الرابع فريق واتفورد سجل ثلاثة وصنع هدف جيرارد دولوفيو لم يكن أنانيا تنفذ كرة تصل عالية راسية تأتي وهدف هدف 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 جول جول بامبا ولسان حاله أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل ولكن وين أربع أهداف لواتفورد هدف لفريق كاردف والمشوار لسه طويل فريق واتفورد فرصة ما زالت وليوس وليوس عند الكرة ترويديني والخامس أصبحت خمسة الآن يا لك من فريق قاسي يا واتفورد نعم في ملعب كاردف بالخمسة في أكبر نتائج الفريق حدوثا على مدار التاريخ كاردف ينهار في هذا اللقاء الأندية مثل طبعا نابولي وكرة عرضية خطيرة فرصة جول 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 الله رب فولهام يضرب الآن بالهدف الأول في هذه اللحظات يسجل رايان بابل بعد أن أضاع فرصة كبيرة جدا يأتي بالهدف الأول بعد كرة عرضية رائعة أتت من الجهة اليسرى لعبت عالية ريكو من جديد رأسية جول جول لويستهام يونايتد أتت الرأسية الآن من جانب اللاعب الإيطالي أنجيلو أوكبونا
يعادل النتيجة هفوة كبيرة جدا بجانب الحارس الإسباني سيرخيو ريكو، وأتى هدف التعادل عن طريق هذه الركنية. هذه البداية من جانب ريكو لويست هام يونايتد، ولا ركنية لفولهام حتى الآن. ركنية مرعوبة، جول لويست هام يونايتد. الله ديوب على هذه الرأسية الرائعة، عيسى ديوب يسجل الهدف الثاني للمطارق. المطارق تعود للضرب من جديد، المطارق تضرب. ساوتوفيتش مع تيم ريم، يلعب كرة عرضية رأسية، أنطونيو جول جول لمايكل أنطونيو. الله يا أنطونيو، الله الله يا أنطونيو على هذه الرأسية الرائعة. يتوج مجهوده الآن بهدف ثاني ثالث في هذه المباراة لفريق ويست هام يونايتد، والصورة واضحة ولا تحتاج إلى تعليق على وجه المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري. وابي يلعب الكرة، جول 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 جول. سانتيتيان ينجح في تهديد مشاهدينا الكرام. سابوتيتش المدافع الأوسط هنا يتابع كرة بشكل رائع، تستقر في المرمى، الزوار يتقدمون، الأخضر نعم يهدف في هذه اللحظات. الهجوم على الدفاع يا رافائيل، يو جول هيلة في ظرف ثانية، مرت كرة في ظرف أقل من الثانية، سددها بيكوني وسجل الهدف الأول في المباراة. يا للروعة، ليل يسجل في مرمى ستراسبورغ في لحظة فراغ، في لحظة غفلة من دفاع ستراسبورغ. إيكوني وصل على كرة ممتازة، شوف كرة في الهم خطيرة. تعادل، يأتي التعادل من أنطوني غونزالفيس، يأتي التعادل من غونزالفيس. وصل وسدد مايك مينيان، لم يشاهد الكرة. ستراسبورغ يدرك التعادل في النتيجة 32 سنة لهذا الفتى الذي يسجل أول أهدافه أو هدفه. كومبري ببطن القدم ناحيه اليمين لمحمود حمد، والعرضيه احمد ياسر، احمد ياسر تحول الى وحش كاسر، والهدف الاول عن طريق اللاعب محمد صالح، يفعلها المدافع الدولي الفلسطيني في سابع مبارياته مع فريق المصري بورسعيدي ومع مطلع الدقيقه 71. سرعة نيلدو، يصوب نيلدو، توم براسه، الله الله الله، يتعاون بحلاوة السكري ست الثياب، تعون هدف فتاح، استلام ممتاز مع فتاح، هذه خطيرة للتعاون، خطيرة، تصويب عبد الفتاح، شهية مفتوحة على الآخر، شهية مفتوحة على الآخر، الهداف يمكن ناوي هاتريك ثاني. فتاح التقدم، الانطلاق برجل اليمين إلى توامبا، توامبا 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 توامبا، جول جول ثالث تعاوني، هدف ثالث كان يطبخ على نار هادية. لا والله مو نار هادية، لا والله مو نار هادية، هدف ثالث بعد نيران مشتعلة من لاعبي التعاون، بعد نيران مشتعل. يتقدم هيلدون راموس في الجهة اليسار، يرسل العرضية هيلدون، والرابع الرابع الرابع يا للجمال يا للجمال يا للجمال يا تعاون، الرابع ياتي من توامبا، الرابع ياتي
ياتي من توام بهدف رابع ممتاز بعد مشوار. من جديد عند فريق الباطل للتقدم الى امام. جوناثان يصارع على كرته يصوب جوناثان والهدف الاول. جوناثان يسجل الهدف الاول وتقليص النتيجه. هدف اول الباطن بعد مشوار ممتاز لجوناثان. قاتل على كرته صوب الكره ممتازه على يسار حارس المرمى كاسيو. كاسيو الذي اراد ان يحافظ. والآن مرتدة لمصلحة الفريق الشبابي وتسديدة مع عمكم. جول! نعم جمال الدين بن عمري، جمال الدين بن عمري، نعم هذا السد العالي في الدفاعات احتاجه الشباب فظهر الكبير. كل فريق وعمله. يا احمد عبده، يا احمد عبده، كره الله شعارنا احمر، لوننا احمر، دمنا احمر، وملعبنا وشرايعنا حمراء. الله 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 يا وحداوي، الفارس الاحمر يظهر تسلمه ولا يا فواز عرضية كليرمي وحداوي. والله زمان يا وحداوي، يا سلام سجل كليرمي. كنا نتحدث عنه واحد من الحلول والذي يملك في قدم حل يغيبوتين للوحدة دون رد علي، دون رد علي. من أجل هذه الكرة أشركك عمار السويح، من أجل هذه أتى بك عمار وأحضرك فيما بين الشوطين وحضرك وقال لك هذه لقطة هدف وهذه كرة جول. تمام التعاون أيضا ليست سهلة، لكن الآن الله وحضر وخلص المباراة يا ميدو، خلص المباراة. هو أحمد عبده، أحمد عبده، زادت أفراحه وزادت حلاوة الوحدوية. تسديدة وكرة وكليرمي، هذه المرة في المرمى تخطئ أمام كليرمي. عليك أن تتحمل النتائج. الله يا كليرمي، الله 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 على الوحدة.